مرحبا. ضيف اليوم مرجعية سياسية ودبلوماسية بالعالم العربي، من رئيس الاستخبارات السعودية لأكثر من 20 سنة لسفير المملكة ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هو حاليا رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. اليوم بستقبل صاحب السمو الملكي أمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود. سمو الأمير تركي الفيصل، أهلا وسهلا فيك معنا عبر CNN بالعربية. تأتي هذه المقابلة بموعد قد يكون من أكثر الأوقات دقة وضبابية، مش بس على صعيد المنطقة إنما على صعيد العالم، مع إعادة خلط الأوراق السياسية من بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بدي أعرف منك كيف بتقرأ المشهد الحالي، وماذا علينا أن نتوقع من سياسة جو بايدن مع عالمنا العربي بالأربع سنوات القادمة، تحديدا فيما يخص الملف الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هاللقاء. الرئيس المنتخب بايدن عبر عن توجهاته بالنسبة للسياسة الخارجية بصفة عامة، وخاصة بالنسبة للشرق الأوسط ونظرته للعلاقة مع إيران. ففي مقالة نشرها في أظن شهر مارس من العام هذا، ذكر أنه هو يريد أن يعود للاتفاقية النووية التي كانت سابقا مع إيران، ولكن بشروط. أولا، شروط تتعلق ببرنامج إيران في الصواريخ الباليستية، وكذلك تصرفات إيران في المنطقة. هذا بالنسبة لإيران. بالنسبة للعالم، ذكر أنه هو سيسعى إلى تقوية العلاقات مع الحلفاء والأصدقاء. ومن هذا المنطلق طبعا المملكة لها علاقة طويلة مع الولايات المتحدة، مرت عبر الأحزاب المختلفة الديمقراطية والجمهورية في أمريكا. وعندما كان الرئيس بايدن، المنتخب بايدن، عندما كان نائب للرئيس أيضا كانت العلاقات مع رئيسه في ذلك الحين أوباما قائمة وإلى حد ما جيدة. في اختلفنا في أشياء معهم في السابق، ولكن نتطلع مع الرئيس بايدن أنه أولاً أنه حيكون مطلع بالتمام على قيمة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وثانياً على أنه إذا كان فعلاً بيبحث عن علاقات مع أصدقاء وحلفاء، فالمملكة هي صديقة للولايات المتحدة. سمو الأمير، أنت عاصرت مجموعة كبيرة من الرؤساء الأمريكيين الجمهوريين والديمقراطيين، هل تعتقد أن سياسة جو بايدن رح تكون نسخة منقحة لحقبة أوباما، أو أن الظروف الحالية تغيرت وهذا شيء مش ممكن؟ وهذا شيء آخر، ذكر رئيس المنتخب بايدن أنه إدارته لم تكون الإدارة الثالثة للرئيس أوباما. فهذا عنوان كبير وتوجه إلى أنه هو سيكون له سياسته الخاصة به، وشخصيته حتفرض نفسها على هذه السياسة. فلننتظر ونرى ماذا يقصد بهذا الأمر. في حال تم إعادة تفعيل الاتفاق النووي مثل ما أشار بايدن أكثر من مرة بالسابق، شو طلبات أو التوجيهات اللي ممكن تطلبها المملكة من السياسة الأمريكية بهالخصوص؟ أنا لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية كما تعلم، أنا شخص متقاعد. صحيح، بس حضرتك يعني مرجعية سياسية، بالتالي كمان خبرتك متساعدة. وبالتالي ما قرأته من تصريحات للمسؤولين السعوديين أنه تطلع لأنه يكون هناك كبح لجماح القيادة الإيرانية في المجال النووي، منعهم من الحصول على القنبلة النووية، وتحسين في تصرفاتها في المنطقة، ووضع كمان كبح لنشاطها في تطوير الصواريخ البالستية. هذا شيء أعلن من قبل المسؤولين السعوديين، فليس هناك أي شيء خفي في توجه ما تتطلع إليه المملكة من الرئيس المنتخب بايدن. سمو الأمير، بدنا نستفيد من وجودك معنا اليوم لحتى نقوم بجولة أفق على أكثر المناطق سخونة بعالمنا العربي، وبدي أبدأ من قلب البيت الخليجي، من قطر تحديداً. بعد أكثر من مرور 3 سنوات على عزل قطر، أين نحن اليوم؟ هل نحن أقرب لتجاوز الخلافات والتوصل إلى حل، أو أننا نتجه إلى قطيعة كاملة؟ كما أشاهد في وسائل الإعلام ومن تصريحات المسؤولين
يبدو أنه ليس هناك أي تطور في هذا الملف حتى الآن. إذا كان هناك أمور في الخفاء فهذه لا أعلمها، وبالتالي لننتظر ما سيأتي في المستقبل إن شاء الله. شو رأيك بالتقارب القطري التركي اللي عم نسمع عنه كثير بالفترة الأخيرة؟ وبرأيك شو اللي بيجمع هالدولتين؟ والله يبدو أنهم هم يروا في ذلك مصلحة لأنفسهم. كلنا نشاهد التوجهات التركية القطرية المتطابقة، مثلا في دعم الأخوان المسلمين اللي هم منظمة إرهابية حسب تعريف المملكة لها، وبالتالي في تناقض واضح بين موقف المملكة وموقف قطر وتركيا من هذه المنظمة أو هذا الحزب الإرهابي. بالنسبة أيضا لمواضيع تتعلق باليمن مثلا، يعني في الفترة الأخيرة بالذات التصريحات التركية والقطرية أبدت مناهضة لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وبالمقابل طبعا هذا يعني أنهم أخذوا موقف أيضا متعارض مع مواقف المملكة التي هي تسعى الشرعية التي تدعمها الأمم المتحدة بقرار 2216. فهذه التوافقات دليل على أن هناك رؤية مشتركة نعم قطرية نعم تركية للأمور عندنا. بتشددوا دائما على انه الحل للنزاع اليمني هو بتطبيق قرار مجلس الامن 2216 والمبادره الخليجيه، علما انه مع مرور السنوات وبالرغم من المساعي الكثيره ما قدرنا نتوصل لاتفاق سلام، شو هو الطرح البديل؟ لا أعتقد هناك طرح بديل. المشكل في هذا الأمر هو تعنت الجانب الحوثي بدعم من إيران، وطبعا كما ذكرت لك أيضا يبدو أنه الموقف القطري والتركي الآن بيدعم الموقف الحوثي في هذا المجال، وكلنا نرى أن هذه التصرفات الحوثية أولا إرهابي من ناحية تعاملهم مع الشعب اليمني بنفسه وتجويعهم للشعب اليمني بإيقافهم المساعدات الدولية اللي تدخل في المناطق التي تستولي عليها وتديرها هذه الطغمة الباغية، ثم من ناحية التعدي على المدنيين في المملكة وفي اليمن بالصواريخ البالستية التي تزودها إيران للحوثي والطائرات المفخخة بدون طيار التي تبعثها كما شاهدنا مؤخرا في خزانات البترول في جدة. فهذه كلها تصرفات لا تدل على أن الحوثيين لديهم استعداد أنهم يوقفوا القتال. المملكة صريحة في كل هالأمور وهي تريد حل سياسي، وتقول أن الحوثيين لهم دور يلعبوه في اليمن، ولكن كأحد الأطراف وليس كالطرف الوحيد في اليمن. وأعتقد من البديهي أن نقول يعني كمراقبين أن المملكة لن ترضى بوجود حزب الله آخر في اليمن مثل ما هو موجود في لبنان. بس يعني حسب ما بفهم منك نحن قادمون على مزيد من التعقيد بالملف اليمني، خاصة وأنه الاستهداف أرامكو اللي حكيت عنه يمكن من فترة قصيرة، وأيضاً ما أعلن عنه جو بايدن أنه رح يخفف أو رح يوقف بيع الأسلحة للحرب باليمن. كيف ستتعامل الدول الخليجية ودول التحالف مع هذا الموضوع أو مع هذا الواقع الجديد؟ أنا زي ما ذكرت لك يعني رئيس المنتخب بايدن كان نائب للرئيس أوباما عندما وقعت الأحداث التي أدت إلى استيلاء الحوثيين على صنعاء بالذات وأجزاء من اليمن الشمالي ومحاولة إجهاض الحكومة الشرعية في اليمن. ومن هذاك الوقت بدأ التعاون الأمريكي السعودي لمواجهة هذا التحدي. وعند زيارة الملك سلمان الله يسلمه للرئيس أوباما في 2015 صدر بيان مشترك، أول جملة فيه كانت أنه الرئيسين اتفقوا على أنهم سيقفوا ضد السياسات التخريبية لإيران في المنطقة. وبالنسبة لليمن الرئيسين أيدوا القرار 2216 وطالبوا بإيجاد حل سياسي في اليمن.
وبايدن كان نائب للرئيس في ذلك الحين. بالنسبة لتوجهه الآن، أنا أعتقد لن يتخذ قرار قبل أن يطلع على ما حصل في هذه ال5 سنين منذ أن صدر ذلك البيان. فلا بد أنه حيكون في اتصالات بين مسؤولين أمريكان وسعوديين لمراجعة التعاون السعودي الأمريكي بالنسبة لليمن، وحينها الطرفين سيصلوا إلى اتفاق مشترك لما يستمر به التعاون هذا في مواجهة التحدي الإيراني في اليمن. بدي ارجع لما يمكن تفضلت واثرته سمو الامير، تكرر دائما لا نريد انه يتحولوا الحوثيين لحزب الله جديد باليمن. عندك تخوف على وضع لبنان الحالي، وهل بتعتبر انه ممكن الحاله بلبنان تتطور بشكل سلبي لحتى يصير لبنان هو اليمن الجديد؟ حزب الله لم يأتي بخير للبنان منذ أن استطاع أن يتوغل في السلطة السياسية في لبنان، وهو يجر لبنان من سوء إلى أسوأ. وللأسف يعني اللي يدفع ثمن في ذلك هم المواطنين اللبنانيين الأبرياء الذين لا يستحقوا هذا الاضطهاد والسوء من قبل تصرفات حزب الله. فالله يكون في عون الشعب اللبناني ويخلصهم من هذه الجائحة اللي هي مستمرة من أكثر من 20 سنة تقريبا الآن في التصرف بمصائر اللبنانيين على هوى قيادة حزب الله. بالكلام عن الملف اللبناني بنلاحظ وكأنه في ضبابية بتعامل المملكة العربية السعودية مع لبنان، ضبابية بالتعامل مع رئيس الجمهورية، مع الحكومة الحالية، وحتى كمان مع سعد الحريري. لماذا هذه الضبابية بالتعامل مع الملف اللبناني؟ والله أنا ما شفت فيه ضبابية أبدا، يعني المملكة أعلنت دائما أنها تؤيد الشعب اللبناني وتقدم الدعم للشعب اللبناني. الرئيس الحريري عندما كان رئيس وزراء لقي من المملكة العربية السعودية دعم ليس لشخصه وإنما لمركزه كرئيس وزراء في المشاكل التي واجهت لبنان في السابق. كانت المملكة دائما هي السباقة في توفير المساعدات، آخرها بعد الانفجار اللي حصل في مرفأ بيروت والكارثة الإنسانية التي حصلت في لبنان، كانت المملكة في الميدان طبعا لتقديم المساعدات وإلى آخره. وشفنا على محطات التلفزيون اللبنانية نشاطات السفير السعودي ما شاء الله عليه بتجواله في المناطق التي تضررت من هذا الانفجار وتقديم المساعدات لها. ومركز الملك سلمان للإعانات أيضا قام بدور فعال في ذلك، فليس هناك أي ضبابية. بدي كمان ارجع لما قامت به دولتي الإمارات والبحرين بالتطبيع مع إسرائيل وإقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كيف تقرأ هذا المشهد سمو الأمير؟ أنا عبرت في السابق يعني في مقال كتبته بعد ما دولة الإمارات العربية دخلت في الاتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، أن هذا أمر سيادي بالنسبة لدولة الإمارات. ونفس الشيء يسري على وضع البحرين، أمر وضع السودان. كل دولة لها الحق أن تسعى لمصالحها كما تشاء. وذكرت أيضا في نفس الوقت أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك ثمن لازم تدفعه إسرائيل قبل أن يكون في هناك أي علاقات بين المملكة وإسرائيل، وهو دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء مشكلة اللاجئين. فهذه بديهيات في الموقف السعودي. انحكى كثير بالمرحلة الأخيرة عن لقاء تم بين ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، شو معلوماتك عن هذا الموضوع؟ أنا معلوماتي صدرت من تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل الفرحان، نكر ذلك كلية. وللأسف مسائل الإعلام تتبع ما يصدر من إسرائيل ولا تتبع ما يصدر من المملكة. بس حتى بومبيو يعني ما نفى الموضوع لما سئل عنه. وليش ينفي نوبيو؟ ايش دخل بومبيو؟ هو اللي نفى المملكة اللي تنفي، والمملكة نفت ذلك. وأعتقد مصداقية المملكة لازم تكون أعلى بكثير من مصداقية شخص مثل نتنياهو، شخص نعم متهم في بلده بأنه هو كذب على الشعب الإسرائيلي في عدة أمور.
فكيف يصدق واحد كذاب ولا يصدق واحد صادق في كل إصداراته السابقة؟ يمكن لأنه النفي ما صار بشكل رسمي، صار فقط يعني عبر تغريدة من قبل وزير الخارجية. هل تعتقد أنه هالرمادية يعني ما فينا بشكل كامل، وكان في أصوات عم بتأكد هالموضوع هي مقصودة بهالمرحلة ربما لتحضير الرأي العام لاتفاقية تطبيع مع إسرائيل؟ هذا انتم الاعلاميين عندكم تفسيرات، يعني انا اجهل كيف تصلوا اليها. رماديه من ناحيه ما، وتحضير من ناحيه اخرى. فليس هناك تحضير لاي شيء، يعني المملكه موقفها ثابت. الملك في خطابه لمجلس الشورى ذكر ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه المملكه الاولى، وأن المملكة ملتزمة بالمبادرة العربية. ليش كلام الملك ما يصدق وكلام نتنياهو يصدق؟ يعني هذا أمر أنتم يا الإعلاميين بتروجوا له، وأنتم اللي تعطوا له الزخم اللي ما يستحقه. بالعكس، نحن بنرجع على يعني المرجعيات اللي بنوثق بكلامها مثل حضرتك سمو الامير لحتى نتاكد من مصداقيه الخبر. بس بما انه عم نحكي عن كمان عما يعني يتم تداوله بالاعلام، كلنا قرينا من فتره خبر بياكد مقتل ابو محمد المصري وهو رقم 2 بالقاعده بطهران من فتره. كيف تقرا هذا الخبر؟ وهل تعتقد انه ممكن على القاعده انه ترجع تستمد قوتها الاقليميه بهالمرحله؟ أولا دعني أرجع لك لعلاقة إيران بالقاعدة. وفي الوثائق التي نشرت بعد ما تم التخلص من أسامة بن لادن، هو بخط يده بيقول أنه العلاقة مع إيران يجب بين القاعدة وإيران يجب أن تستمر للفائدة للجهتين. ولو عدنا لأيضا قضية 11 سبتمبر، وثبت هذا من خلال الرصد الإلكتروني وغيرها، عدد من المنفذين لذلك الإجرام عبروا من أفغانستان عن طريق إيران ليصلوا إلى الولايات المتحدة وإلى آخره. فهذه علاقة موثقة بين إيران وبين القاعدة، وهي لا زالت تستضيف بعض عائلة أسامة بن لادن في إيران. نعم. فما هو غريب أنه يعني نرى في الصحافة وفي الإعلام أن هناك شخص من القاعدة أغتيل في إيران. بالنسبة لنشاط القاعدة في المنطقة، الحمد لله بالنسبة للمملكة، ولا أستطيع أن أتكلم عن بلدان أخرى، نشاطها تقريبا انتهى بالكامل، لم يكن يعني أكثر من ذلك، أنه أجزم أنه انتهى بالكامل. طبعا لا يزال لهم نشاط بسيط في اليمن، مستغلين الأوضاع المضطربة هناك، وفي تعاون بين القاعدة والحوثيين، وهذا يعني برز في عدة جبهات من القتال في اليمن. فعلينا كلنا أن نواجه هذا التحدي، وأن نقضي على هذه البؤرة الفاسدة في المجتمعات المختلفة. سمو الأمير، ما الذي ينقص حتى نقدر نتمكن للتوصل لاتفاق سعودي إيراني؟ وهل هناك مسودة ممكن العمل عليها بهالمرحلة؟ أنا ما أدري كيف ممكن يعني أحد يتوقع أنه يكون هناك اتفاق سعودي إيراني من خلال ما نشاهده من تصرفات إيران. يعني بداية، ولن أبدأ أعود أكثر من ذلك، وناهيك عن تدخلات إيران في العالم العربي من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وكلها تدخلات سلبية. يشهد على ذلك حزب الله في لبنان في تصرفاته في لبنان، الأحزاب والميليشيات المختلفة في العراق والتي الآن تقتل السوريين في سوريا، دعمهم للحوثي في اليمن، نشاطاتهم التخريبية في البحرين، قصفهم لمواقع بترولية في المملكة العربية السعودية العام الماضي. يعني هل هذا دليل على أن إيران عندها نية للتوافق مع المملكة؟ وأضيف لك حاجة واحدة، عندما هاجموا الفلول التابعين للحكومة الإيرانية السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وأبرموا النار في المبنيين ودمروا المنشآتين، لم يصدر أي اعتذار من أي مسؤول إيراني.
فهذا دليل على أن إيران ليس لديها نيات حميدة تجاه المملكة، بل هي تتعمق في الإساءة للمملكة بتصرفاتها. فإذا كان حيكون في أي تحسين لهذه العلاقات، فيجب أن تأتي المبادرة من إيران بكفها عن التدخل في الشؤون الداخلية، ليس فقط للمملكة ولكن لهذه الدول اللي ذكرت لك. هي هم يتباهوا بأنهم سيطروا على 4 عواصم عربية: بغداد، دمشق، بيروت وصنعاء. فإلى أن ينتهي هذا الأمر، كيف يطلب من المملكة أنها تكون لها أي توفيق أو توافق مع إيران؟ المملكة على عداء مع إيران وإسرائيل على عداء مع إيران، هل ممكن هالشيء يؤدي لتقارب بوجهات النظر وربما لاتفاق سعودي إسرائيلي؟ اسمح لي أصححك. إيران في عداء مع المملكة، نحن لسنا في عداء مع إيران، نحن نقدر الشعب الإيراني والدولة الإيرانية، لكن للأسف القيادة الإيرانية هي التي تعادي المملكة، فهذا التفريق يعني يجب يكون في أذهان الجميع. يعني هل ممكن بما انه العدو واحد، يعني بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه للمملكه، ايران مش على علاقه طيبه مع الدولتين، هل ممكن هذا يؤدي لتقارب بين اسرائيل والمملكه بالمرحله القادمه؟ أنا زي ما ذكرت لك، الملك الله يسلمه في خطابه لمجلس الشورى ذكر أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، ويجب أن يكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس والالتزام بالمبادرة العربية. فكيف يكون لنا توافق مع إسرائيل وهم لا يزالوا يحتلوا فلسطين ويمنعوا قيام هذه الدولة؟ لن يكون هناك أي توافق مع إسرائيل على أي مبدأ كان. بدي أسألك شوي عن صفقة القرن، يعني اللي صارت من فترة، وكانت الأصوات المعارضة لها بالعالم العربي خجولة جدا. هل تعتقد أن العرب عم بيتخلوا عن فلسطين يوم بعد يوم؟ والله أنا ما أستطيع أحكي عن العرب، أرجو أن إخواننا الفلسطينيين أنفسهم هم يرعوا مصلحتهم ويروا أنه في اتحادهم قوة لهم. هم الآن منقسمين على بعض، حماس وفتح، فإذا كان يريدوا أن ينالوا دولتهم واستقلالهم، أول شيء لازم يحصل أنهم يتفقوا مع بعض، وللأسف إلى الآن لم يحصل الشيء هذا. فعلى أن يتم ذلك ستبقى القضية الفلسطينية عالقة على الجميع. سمو الأمير، بدنا نستفيد من وجودك معنا كمان لحتى نحكي عن قمة العشرين اللي انتهت من فترة قصيرة. طبعا في هم سياسي طاغي على المنطقة، بس كمان في هم اقتصادي طاغي على العالم، وعرفنا أنه كورونا كان الشغل الشاغل طبعا لكثير من الجلسات. في أعرف شو أبرز التوصيات اللي صدرت لمحاربة الكارثة الاقتصادية اللي من المتوقع أنه تصير بالعشرين 21؟ شو هي الأولويات اللي تم الاتفاق عليها؟ دعني أبدأ لك بالقول أنه في خلال الظروف الراهنة من انتشار هالوباء المميت، أنه استطاعت المملكة أن تعقد هذه القمة مرتين، مرة في منتصف العام والأخرى في هذا الشهر، ومن خلال ما احنا بنقوم به أنا وأنت الآن، البعد الأثيري وليس بالوجود الشخصي. نعم، وهذا دليل على نجاح المملكة في استطاعتها أنها تعقد هذه القمة، وأن يتجاوب معها القادة الآخرين ويحضروا هذه القمة بأنفسهم. قرارات القمة أعلنت، إن كان بالنسبة للوضع الاقتصادي فكان في عدة أمور، من أهمها وهذا شيء دفعت به المملكة أثناء القمة هو تخفيف العبء على الدول الفقيرة التي نعم. لا تستطيع مجابهة الكارثة الاقتصادية التي تبعت الوباء. ثم الأمر الثاني تنشيط العلاقات الدولية التجارية من خلال إصلاح منظمة التجارة العالمية، فهناك في قرار بهذا ووافق عليه الزعماء وسيتم متابعته في القمم القادمة. بالنسبة للنفط اللي هو أيضا كان مهم لاقتصاديات العالم بصفة عامة، القيادات حقت القمة وافقوا على مقترح المملكة أنه يصير في ما يسمي باتباع الاقتصاد الكربوني المستديم، وذلك يعني الاستفادة من مادة الكربون التي تنبعث
من النفط ومشتقاته لكي تفيد، بدل ما أنه يحرم الجميع من هذا النفط كأداة للطاقة في المنطقة. فهذا أيضا كان قرار مهم تأييدا لموقف المملكة للاستفادة من هذه المادة اللي هي مهمة للجميع. فهذه عنصرين فقط من الأمور هذه اللي هي نجحت القمة في الاتفاق عليها. هناك عناصر أخرى، وضع المرأة، الشباب، الإبداع والابتكار، وأيضا تطوير الذكاء الصناعي. كل الأمور هذه سار عليها توافق في القمة، والحمد لله. لو تعود للبيان اللي صدر منها ستجد ما كل الفوائد اللي صدرت منها. تحدثت سمو الأمير عن دعم المرأة وتمكينها، وهي طبعا من أولويات القمة كانت، ولكن تزامن هالشيء مع سجن ناشطات سعوديات، كيف تفسرون ذلك؟ والله أنا ما أدري كيف، ما هو قصدك بتزامن مع سجن سعوديات في هذا الأمر؟ لم يعني كان يسجن في أحد، أصوات مطالبة بالإفراج. لم يسجن أحد أثناء القمة، أكد لك على شيء. على الأقل أنا لم أسمع بذلك، ولم أرى ذلك. نعم، إذا كان قصدك من سجنوا من السابق، فأولئك سجنوا لأسباب أمنية، وهم تحت المحكمة الآن. المحكمة هناك محاكمات تدور حولهم، والقضاء السعودي مستقل والحكومة لن تتدخل فيه، وحينما تنتهي هذه القضايا سيعلن عنها. سمو الأمير، في مجموعة أسئلة سريعة بدي تفضل. أخذ رأيك فيها، ورح تقول لي إذا بتأيدها أو ما بتأيدها، يعني نعم أو لا. هل أنتم مع من يقول أنه المملكة تورطت بحرب اليمن وعليها أن تعيد خلط الأوراق ومراجعة الحسابات؟ لا، هل أنتم مع إطلاق سراح الناشطات السعوديات الموقوفات سياسياً؟ أنا مع المحاكم التي هي قائمة، هي اللي حتقرر ذلك. أنا ليس لي رأي، المحكمة حتقرر ذلك نعم. وهل أنت راضي عن حرية التعبير بالمملكة؟ بدون شك. هل تشجع القيادة بالمملكة على توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل؟ بعد أن تنفذ شروط مبادرة السلام العربي. هل أنت مع ما قام به سمو الأمير محمد بن سلمان مع رجال الأعمال بفندق الريتس من كم سنة؟ أنا معلم الأمير محمد بن سلمان، وفوق الأمير محمد بن سلمان الملك سلمان، في محاربة كل بوادر الفساد في المملكة. هل تعتقد أن ما حدث مؤخرا بفرنسا وفيينا والنمسا ممكن يعيد الإسلاموفوبيا لأوروبا؟ الإسلاموفوبيا في أوروبا منذ القدم، ولن يكون هناك مسألة إعادة، وإنما المفروض أن يكون هناك إزالة للإسلاموفوبيا. هل أنت مع الطريقة التي أجريت فيها التحقيقات في قضية جمال خاشقجي؟ طبعا، وكانت المملكة واضحة في ذلك، وحضر مندوبين من الدول الخمسة في الأمم المتحدة الدائمين، وأيضا من تركيا. فكانت محكمة شفافية ووصلت إلى قراراتها بدون أي تدخل من أي جهة كانت. سمو الأمير، بالختام من سان أن بالعربية نشكرك على وقتك، على صراحتك، وعلى كل آرائك اللي شاركتنا فيها لليوم، على أمل اللقاء القريب بوقت بكون علمنا فيه العربي أكثر أمان وأكثر ازدهار وأكثر استقرار بإذن الله. شكرا. شكرا لك.